السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي لكم قصة السحرة، قصة خفيفة عن مكان سياحي جميل أنا زرته وفي بعض الحقائق والأسرار. عموما اليوم قصتنا بتكون في ألمانيا، يعني بنروح إلى ألمانيا. وين بالضبط؟ في الجزء الجنوبي الشرقي لألمانيا. وين يا هيثم؟ بنروح إلى بلدة شوانغو. وين بالتحديد؟ قلعة نويشفنشتاين. أيوة اسمها صعب، بس نويشفنشتاين وحدة من أجمل القلاع أو القصور على مستوى العالم، من أكثر الأماكن السياحية شهرة على مستوى ألمانيا وعلى مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم. بس هذا القلعة فيها حقائق وفيها أسرار راح أقول لكم إياها خلال الدقائق القادمة. طبعا تم بناء القلعة على تل، وصراحة صعب الوصول له. شيء الغريب في هذا القلعة، هي من أكثر أماكن العالم شهرة ومن أكثر أماكن العالم يتم تصويرها في ألمانيا، ولكن هي من أكثر الأماكن السياحية اللي ممنوع التصوير داخل هذه القلعة. بس أنا عندي صور حصرية برأيكم إياها بعد شوي. طبعا لودفيك الثاني هو كان ملك باثاريا في هذاك الوقت، وهو اللي أمر بناء هذه القلعة من سنة 1869 إلى سنة 1886. تقريبا استغرق بناء القلعة 17 سنة. بس الشيء الغريب في هذا القلعة أن لودفيك الثاني ما صممها علشان نفسه بس، هو كان مولع بموسيقار اسمه ريتشارد فينجر بناء هذه القلعة تخليدا لذكرى. الشيء الجميل في هذا القلعة أن أي بناء يصممه مهندس معماري. هذا القلعة قصتها مختلفة تماما، إلا صممها شخص مش مهندس معماري، شخص متخصص في تصميم المسارح اسمه كريستيان يانج، هو اللي قام تصميم هذه القلعة. طبعا لودفيك الثاني ليش أمر كريستيان مصمم المسارح بتصميم هذه القلعة؟ لودفيك كان مهووس من يوم صغير بالقصص الخرافية، ومهووس بفن العصور الوسطى، وإنسان يحب المسرح. أساسا هو بنى هذا القلعة لأنه مهووس بالموسيقار ريتشارد، فبنى هذه القلعة تخليدا لذكرى. القلعة كان في كل أقسامها يبى يصممها على شكل مسارح، مش شكل مسرح، يعني كأنها تحكي قصة في كل قسم في القلعة. قلعة كبيرة جدا. من الأشياء النادرة في هذا القصر كان عدد الغرف اللي كان ينوي لودفيك بناءها، اللي كان ينويه أكثر عن 200 غرفة. طبعا هذا اللي كان مخطط له في المخطط، كان مخصص 200 غرفة بتأثيث مختلف بديزاين مختلف، ولكن تم بناء فقط 14 غرفة جهزت مع أثاثها. طبعا أهم مكان في القصر هي الصالة اللي موجود فيها كرسي العرش، تصميمها جدا غريب، اللوحات، الزخارف، كل شيء يحيلك بأن شيء من القصص الخرافية. بس هذه الصالة فيها شيء ناقص، اللي هو كرسي العرش ما موجود. ليش؟ لأنه لودفيك الثاني توفى قبل ما ينتهي بناء هذه القلعة، حصلوا ميت عند أحد البحيرات وما يعرفوا قصته. طبعا وفاته كانت غامضة، ما حد يعرف قصته الحقيقية بالضبط. أنا قلت لكم في بداية القصة أن التصوير في القلعة هذه ممنوع، بس أنا عندي بعض الذكريات اللي أحملها من أول زيارة لي في 2012، نفس الكيس اللي خذيته من محل تذكاريات اللي موجود داخل القلعة، وفيه بعض الصور الخاصة الحين أراويكم إياها. يا أخي تصميم هذه القلعة شيء غريب، الغرف، الرسومات، بعض الغرف اللي مريت عليها كان فيها كأنه ورق جدران، وإحنا ورق الجدران ما شفنا إلا من 10 سنين تقريبا. فيها أثاث كأنك تتكلم اليوم. يا أخي تصميم المطبخ، لما إحنا طالعين مرينا على المطبخ، المطبخ تقول احنا مبنائي اليوم. تصميم القلعة غريب، المكان اللي موجودة فيه القلعة، انت تمشي مدة ساعتين في ممر مر عليه العربات كأنك وسط غابة تمشي، ومتحك كل شوي توقف على منظر الملك بنى القلعة على مطل بحيرات جميلة. منطقة شوانغ اساسا محيطة بها حوالين 13 بحيرة، فعندك مناظر طبيعية، شلالات، انهار، شيء غريب. ما مخلونا اراويكم. هذه تذكرة دخول القلعة، عندي تاريخها 9 أكتوبر 2012. خلونا أراويكم صورة لودفيك الثاني. هذا ملك بافاريا اللي توفى قبل ما يسكن هذا القصر للأسف. وهذه صورة القلعة في الربيع والصيف، وهذا منظر القلعة في الشتاء. هذه الصورة فيها مكتب الملك لودفيك الثاني، هذا أحد الممرات الموجودة في القلعة. هذه غرفة النوم اللي الملك ينام فيها، هذه الجهة المقابلة لغرفة النوم لأن غرفة النوم كبيرة، وفي التصميم الممر هذا. القاعة هذه هي قاعة الملك. ترى هذا لو تشوفوه هني كرسي العرش، واضح هني ان كرسي العرش غير موجود لان لودفيك الثاني توفى قبل ما تجهز القلعة. طبعا هذا المطبخ، وانا عندي ايضا صورة اوضح له، اخي تصميمه كان جدا جميل، وفي بعض الادوات الغريبة اللي موجودة فقط في المطبخ، هذا تصميم الغرف والممرات اللي فيها. وبس انتهت القصة.
هذه من أكثر الأماكن السياحية اللي أنا أحبها ولها ذكريات عندي، فحبيت أخبركم قصتها. حتى أنت شفت كيف تحتفظ بالأشياء التذكارية اللي خاصة في هذا المكان. عندي تذكاريات ثانية بس هذا القلعة لها خصوصية خاصة عندي أنا. إلا زار قلعة نوشفانشتاين يكتب لي إيش تجربته عنها، إيش انطباع عن هذا المكان، أو إيش أجمل مكان تاريخي يحس إنه هو قلعة قصر يحس إنه هو مميز. شوفكم على خير.